الزحمة أحسن حتة تستخبي فيها، الزحمة وسط الناس قدام عينهم هيبصولك ومحدش هيشوفك، هيسمعوكي ومحدش هيفهم الحقيقة، هيعتبروكي منهم وزيهم، هتبقي عادية وطبيعية ومش غريبة، وانتي أغرب من أي حاجة. طول عمري بفكر أهرب، وطول عمري عارفة إن اليوم ده جاي، الهرب مكتوب ولازم، وما كانش ممكن يبقى لي مصير غيره. كنت بستنى الوقت المناسب وهو جه، كنت محتاجة يبقى معايا فلوس وأنا معذورة أو بيتهيألي، أو لازم أصدق إني ما كانش قدامي غير الطريق اللي مشيت فيه عشان أقدر أكمل. هقولك كل حاجة يا هدى، هحكيلك وهفضفض معاكي، وما تخافيش، اللي جاي مهما كان هيبقى أحسن من اللي عشته. النهاردة أنا نقطة في بحر، والدنيا قاسية، قاسية على غلبان والوحداني والضعيف، قاسية على الست والصغير والغريب، وأنا مكتوب لي مقابلش في سكتي غير وحوش. بس أنا اتعلمت، قتلت ولسه ممكن أقتل، والبركة في جوز أمك. ماهر هو برضو كان بيقول لي إنه عايز يهرب، ما كانش بيجاريني لغاية ما ياخد اللي عايزه، قد ما كان بيتكلم عن حقيقة. كان سوابق، اتسجن قبل كده سنتين، وكان لسه عليه حكم 3 سنين واجب النفاذ، واللي اتفقنا نعمله لو انكشف هتبقى فيها حبل مشنقة. ماهر حكالي عن واحد كان مسجون معاه، غير اسمه وشهادة ميلاده بالفلوس، واحد محامي كبير من مصر صور له كل الورق ده، وهو ده بالظبط اللي أنا محتاجاه، أبقى واحدة تانية غيري، عالية تموت واتولد أنا من جديد. مش هنسى حاجة، بس لازم الناس هي اللي تنساني. أنسة علياء، أنسة علياء، اتفضلي معايا. اتفضلي أنسة علياء إبراهيم نصار. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حضرتك كنت عايز ترفع قضية أو؟ أنا عايز أقابل المستشار طلعت. آسف، المستشار طلعت ما بيقابلش أي موكلين جداد إلا لما بنطلع على القضية بتاعتهم وبنقبلها، كمان لازم تكون قضية مهمة عشان المستشار يتدخل فيها بنفسه. أنا معايا فلوس، أنا مستعدة أدفع لحد 100,000 جنيه وأقابل المستشار طلعت وأحكي له عن القضية بتاعتي. طيب اتفضلي. حضرتك اكتبي اسمك ورقم تليفونك وطبيعة القضية، والمستشار بنفسه هو اللي حدد إذا كان في منكم ميعاد تاني ولا لأ. لو هيقابلك في حد من المكتب هنا هيكلم حضرتك ويحدد بينكم الميعاد. ماشي. أنا عارفة إن كل اللي معايا مش كفاية، وإن بالنسبة لواحد زي طلعت ممكن نص ساعة من وقته تبقى أكتر من كل اللي بحتكم عليه، بس عارفة برضو إن البحر يحب الزيادة، وإن اللي عندي أكتر من الفلوس. واحد زي ده مشهور وغني وواصل ومش متجوز، وإذا كنت أنا في سوق المال ما سويش نص ساعة من وقته، ففي سوق الجمال زي ما أنتي عارفة العرسين كانوا طوابير، وجوز أمي كان بيطفشهم بأي حاجة لغاية ما طلع عليا سمعة عشان محدش يهود ناحيتي. ما كانش عارف إنه لما يقفل كل بيبان الأمل في وشي، وإني لما لقي نفسي محبوسة ومستحيل أخرج هتحول لوحش وأقتله. أنا مش عارفة إيه اللي شافوه فيا هو وماهر وغيره، ويا ترى هقدر أوريه لأي حد تاني ولا لأ. ولو أنا أقل من إني أدوب واحد زي ده، فكفاية عليا إن أزغلل العينيه. ما تحكميش عليا ولا تكرهيني، أنا على الأقل هبقى عارفة أنا بعمل إيه، وليه هيبقى اختياري مهما كان زبالة أهون ما يدخل عليكي واحد كان المفروض يبقى أبوكي في نص الليل وما تبقيش قادرة حتى تصرخي. ما أنتي عارفة
الو انس مروه المستشار طلعت مستني حضرتك بكره في مكتبه الساعه 2. شكرا، مع السلامة. الجزء الصعب عدى، كل اللي معايا هعتبره مجرد مفتاح فتح لي باب الخلاص، واللي جاي هيبقى أسهل. قريت؟ عرفت أنا بقى مين وعملت إيه ولا لسه؟ جبت قراري وهتقولي ممكن أهرب إزاي ولا هتستناني أنا اللي فتحك؟ أنسة علياء، الحقيقة أنا مش فاهم إيه طبيعة القضية بتاعتك، ولا فاهم أنت عايزة إيه بالظبط، ولا أنت عايزة استشارة. هو حضرتك عرفت كل حاجة عني؟ قريت كل المعلومات اللي أنت كاتباها. مفيش حاجة أكتر من كده؟ مش فاهم السؤال. أنا عايزة حضرتك تعمل لي نفس اللي عملته لسيد سلام بتاع قضية المخدرات اللي كان في سجن الاستئناف من 3 سنين، فاكره؟ أنا الموكلين عندي كتير قوي وما أعتقدش إن أنا ممكن أفتكر قضية من 3 سنين، لكن لو شفته ممكن أعرفه، لكن أكيد مش فاكره. أنا عايزك تساعدني يا سيادة المستشار، أنا عندي مشاكل مع ناس وبيدوروا عليا عايزين يقتلوني، عايزك تخبيني عندك. أنسة علياء، أنا مش هقدر أساعدك. الحقيقة كمان أنا مش عارف أنت عايزة إيه بالظبط، وما عنديش وقت أفهم. في محامين عندي بره ممكن تقعدي معاهم وتشرحي لهم أنت عايزة إيه بالظبط وإيه اللي ممكن نقدمه لك في إطار القانون. وأكيد إحنا مش هنتأخر. حتى لو ما كانش معاك فلوس. هتجيلك الأنسة علياء، خليها تقعد مع الأستاذ منتصر. تأنيس وشرف. الدنيا صعبة، كل اللي عندي مش كفاية. كنت عارفة إن الهروب مش سهل، بس ما كنتش عاملة حسابي أهرب مرة تانية. والمرة دي ههرب لفين وبإيه؟ مش عارفة ممكن أحاول تاني إزاي، ومش عارفة. مساء الخير يا نسا علياء. مساء النور. في 2 من الشرطة شافوا صورة بطاقتك وبيسألوا عنك. فين دول؟ مشوا وقالوا لي هيرجعوا تاني كمان 5 دقايق. ماشي، شكرا. العفو. مفيش حتى وقت افكر هعمل ايه، لازم اهرب دلوقتي حالا. عليها اركبي هوصلك. المقابلة دي مش صدفة. ومفيش بوليس سأل عليا في الفندق ولا حاجة. انت ذكية زيادة عن اللزوم. قصدك صريحة. انا بس كنت عايز اتأكد اني مش تبع البوليس وجاي اوقعك. ايه؟ البوليس هيوقعني؟ الكلام ده طبعا مش هيحصل، عشان تبقى عارفة يعني. حتى لو البوليس مش هيبعت واحدة زيك تقول كلام خفيف زي اللي انت قلتيه ده. أنا بس كنت عايز أتأكد من المعلومات اللي عندي. أنت ارتكبت جريمتين قتل، واحدة فيهم مع سبق الإصرار، يعني إعدام. محدش يقدر يطلعك منها، حتى أنا. كل اللي أقدر أعمله لك إن أنا أجيب لك حكم مخفف. وأنا معايا هنا 200,000 جنيه. ده نصيبك من السرقة اللي سرقتيها مع ماهر بركات. خليه معاك للزمن. الحقيقة اللي لفت نظري في الملف بتاعك حاجة تانية خالص.
ملف بتاعي؟ ملف ايه؟ ملف بتاعك في امن الدولة. انت خريجة معهد سكرتارية واشتغلتي سنتين. ايوه. ورغم اللي كان بيحصل لك في البيت يعني فضل سر ومحدش في الشغل عارفه. ايوه، بأمارة ما تقدم لي اتنين كانوا شغالين معايا. يعني كتومة. فوق ما تتخيل. اعتبري اللي بيحصل بينا دلوقتي مقابلة أو انترفيو. عايز أعرف أنت هتقدر تسدي في اللي هطلبه منك ولا لأ؟ وأنا تحت أمرك، ولو في حاجة ما أقدرش أعملها أتعلمها. واللي هيطلب منك؟ هنفذه. هنشوف. أنا مش هعمل معاكي زي ما عملت مع سيد، يعني تغيير الاسم والبطاقة والملف. لأ. أنا كمان هشوف لك شغل. ربنا يكرمك يا رب. بس كل حاجة ليها تمن. وأنا مستعدة للي تطلبه، أي حاجة ما يهمنيش. مش القذارة اللي في دماغك. أنت فاهمة الدنيا غلط. اللي أقصده حاجة تانية خالص. أنت اسمك هيبقى مروة. مروة الشربيني. ساكنة في 6 أكتوبر. أهلك عايشين في الخليج. أمك ماتت وأبوكي متجوز وعايش هناك. وهتشتغلي سكرتيرة لسليم المهدي. سليم المهدي بتاع التلفزيون؟ بالظبط كده. مش أنا اللي هوصي عليكي. أمال مين؟